السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ العدوان الكيميائي بدأنا حملة موسعة من الاتصالات واللقاءات الداخلية والخارجية، ودفعنا بكل اتجاه لوضع حد لعدوان نظام الإرهاب على شعبنا، لكن بعض الرياح الدولية عصفت بما عاكس ثورتنا، وبعد مداولات وأخذ ورد انتهينا إلى خلاصات واضحة مع الدول الكبرى، أكدنا فيها على ثوابت الثورة، ووضعنا المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، وعلى رأسها رد عدوان إيران ومرتزقتها، وعلى رأسهم حزب الله وتعطيل قدرة الأسد على استهدافنا بالطائرات والصواريخ سكود والكيميائي في آن معا. وشددنا على ضرورة تزويد الثوار بالسلاح النوعي الضروري لرد عدوان النظام وتمكيننا من تحرير بلادنا. وكان البعض يحاول دائما أن يحرجنا أو يلزمنا بجنيف 2، كممر إلزامي لأي تعامل دولي معنا، وكأن جنيف هي المدخل الوحيد لثورتنا إلى العالم ليسمع صوتنا ويلتزم مطالبنا. ولأننا ندرك خطورة الموقف وحساسية اللحظة وأهمية الدعم الدولي، كما ندرك مدى كذب الأسد ونظامه، قررنا أن نتعاطى مع جنيف 2 من بوابة الانفتاح الحذر، وقلنا بوضوح إننا لا نرفض جنيف لمجرد الرفض، ولكننا نقبل به وفق معطيات تضمن نجاحه وتمنع النظام المارق من اللعب على عامل الوقت. وقدمنا جملة من المعطيات لضمان نجاح جنيف في الوصول إلى انتقال السلطة ومحاسبة المجرمين وتأمين العدالة الضرورية لتثبيت السلم والاستقرار وضمان الانتقال إلى دولة حرة بما للكلمة من معنى تكون كاملة السيادة على كامل التراب السوري. أما بالنسبة للمعطيات التي قدمناها لممثلي الدول الكبرى وللسيد الأمين العام للأمم المتحدة ولكل من التقيناه، فنعرضها أمامكم بوضوح وشفافية كالتالي. أولا، أكدنا أن لا حوار مع نظام الإجرام، لأن الحوار الوطني يكون بين وطنيين يبحثون عن مستقبل وطنهم. وليس بين ثوار ونظام قاتل وعميل وقد استقدم إلى سوريا احتلالا من قبل الميليشيات. وعليه فالقضية هي مجرد تفاوض مع عدو، والهدف الوحيد بالنسبة لنا هو ترتيب شروط تسليم السلطة وتأمين العدالة عبر محاكمة كل من ارتكب جرائم حرب بحق شعبنا. ثانيا، طلبنا أن يسبق أي عملية تفاوض مزمعة توفير ضمانات ورعاية عربية وإسلامية، وخصوصا من السعودية وتركيا وقطر والإمارات والأردن. وبإشراف الجامعة العربية. ثالثا، من حيث الشكل رفضنا أن يكون لإيران أي نوع من المشاركة كوسيط في أي عملية تفاوض،
لكونها تعتبر حتى هذه اللحظة دولة محتلة، ولها مرتزقة يقاتلون شعبنا في سوريا، وعلى رأسهم حزب الله اللبناني. إذا كان لابد من مشاركة إيرانية فيجب أن تكون إلى جانب النظام بوصفها قوة احتلال في سوريا، وإذا أرادت أي دور كوسيط في العملية السياسية فعليها أن تسحب حرسها الثوري ومرتزقتها الذين جاءوا من لبنان والعراق على الفور، وبعدها يمكن مناقشة الأمر. أخيرا، أكدنا لكل من التقيناه إننا نضع هذه المعطيات كإطار لعملية تفاوضية منطقية، وإذا ما تمكن المجتمع الدولي من تأمين هذه المعطيات عندها سيكون ممكنا أن نطرحها على الأطر المؤسساتية في الائتلاف الوطني لبلورتها أولا، وعرضها على المجلس الأعلى، المجلس العسكري الأعلى وهيئة الأركان لمناقشتها مع الفصائل الثورية، وبعدها يتم إعادتها إلى الائتلاف للتصويت عليها في الهيئة العامة لاتخاذ القرار المناسب، كل هذا قبل الشروع بالذهاب إلى جنيف. هذا ما قلناه بوضوح وبالتفصيل لكل من فاتحنا بقضية جنيف 2، وكل كلام خارج عن هذا الإطار كان يواجه برفض قاطع من قبلنا. وقد أحببت أن أعرض هذا الطرح علنا من أجل وضع الرأي العام السوري أولا، وعموم الرأي العام بحقيقة موقفنا الذي لا نخفيه وليس فيه ما نستحي به. وقد عرضت هذا الموقف منذ يومين مع المجلس العسكري الأعلى وعلى السيد رئيس الأركان وهيئة الأركان العامة وقادة الجبهات والمجالس العسكرية كافة، وكان بيانهم الذي أعتبره تاريخيا والذي عرض ثوابت متطابقة مع ما طرحناه وبيناه لحضراتكم. وأقول لحضراتكم إن ما عرضته لكم الآن على رؤوس الأشهاد والبيان الذي صدر عن المجلس الأعلى وهيئة الأركان بكل تشكيلاتها وبحضورهم شخصيا معا لأول مرة وفي سابقة حميدة ستتكرر بإذن الله. أقول إن كل هذا المشهد الوحدوي المتكامل والمسؤول سيكون عنوان عملنا في المرحلة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد شريف يوسف من وكالة أناضول للأنباء. بداية ذكرتم أنكم اشترطتم انسحاب إيران وحزب الله من سوريا قبل بدء بعملية التفاوض مع النظام، ومؤخرا كشفت عدة مصادر عن بدء حزب الله سحب لمقاتليها من سوريا، فما رأيكم بهذا الموضوع؟ هذا أولا. من ناحية أخرى، هناك معلومات عن اشتباكات حدثت بين أهالي الرقة والدولة الإسلامية في العراق والسوريا، ما رأيكم بهذا الموضوع؟ نعم، أولا بالنسبة للشق الأول من السؤال، أنا ما أعتقد أنه أبدا، وأجزم وعندنا معلومات أنه حزب الله لا يزال يقاتل على أرض سوريا الحبيبة، وأمس تعرض حي الوعر في حمص ل إطلاق صواريخ سكود من قبل النظام وبمشاركة حزب الله في هذه المعارك، وعندنا تأكيدات على ذلك. لا أعلم إذا كان هذا الحزب الذي يدعي المقاومة إن تحرير فلسطين وحيفا والقدس يبدأ من القصير ومن الوعر. هذا الكلام هو كذب، إلى الآن
لم ينسحب هذا الحزب من الأراضي السورية. هم أعلنوا بأنفسهم على لسان أمينهم العام أن دخول هذا الحزب إلى الأراضي السورية لمنع سقوط دمشق بيد الثوار. إذا انسحب فيجب أن يعلن على رؤوس الأشهاد كما أعلن دخولهم. بالنسبة للشق الثاني من السؤال، منطقة ومحافظة الرقة كما تعلمون هي من أوائل المحافظات التي حررت، ولكن هذه المحافظة كما هي المحافظات الشرقية الثلاث الرقة ودير الزور والحسكة هي مناطق فيها تواجد للقبائل العربية في هذه المدن وهذه المحافظات، وهذه القبائل هي منضوية تحت الجيش الحر، وهذه القبائل لها خصوصية ولها احترام ولها تقاليد. هي قبائل عربية عريقة، مع الأسف الشديد أنه أمس تعرضت إحدى هذه القبائل وهي قبيلة الفدعان في الرقة إلى هجوم شرس من دولة العراق وما تسمى بداعش. نحن نطلب ضبط النفس ونقول إن هذه القبائل التي لها تقاليد يجب أن تحترم. لقد تحمل أهل الرقة الشيء الكثير من الظلم وصبروا، ونقول لهم نحن أم الصبي وسنصبر. إننا في هذه الظروف نعيش الصيف والشتاء تحت سقف واحد، فمن هنا نواجه النظام ونحرر المناطق، ومن هنا تأتي داعش وأخواتها لتنهشنا من الخلف. كان الله في عوننا. هذا الموضوع يجب أن لا يستمر. نأمل من جميع الأخوة أن ينهوا هذه الموجة العارمة من العنف ومن الظلم الذي حصل في المناطق المحررة على أهالي الرقة. الرقة فيها كما قلنا قبائل عريقة، هناك آل الناصر وآل الفرج في الطبقة، والعفادلة في الرقة، وآل الفدعان الذين تعرضوا لهجوم شرس من داعش أمس، وهم جميعهم منضوين تحت الجيش الحر. نأمل أن تنتهي هذه التجاوزات الخطيرة في هذه المحافظة، وشكرا. مضال صيام شبكة الجزيرة. سيد الكريم، قبل يومين كان هنالك اجتماع مع المجلس العسكري كما قلتم، وفي هذا الاجتماع صدر بيان من المجلس العسكري قال فيه بأنه يعترف بالائتلاف الوطني السوري. نعم. سؤالي هو أن هنالك لواءين قويين في المنطقة، لواء التوحيد ولواء الإسلام، أحدهم بعشرة آلاف مقاتل كما يقال، والآخر بسبعة عشر آلاف مقاتل. نعم. وهما يسيطران على المناطق ما بين إدلب إلى ريف دمشق كما تعلمون. نعم. هل هذين اللواءين منضويان في هذا الاعتراف؟ نعم. هل يعترفان أيضا بالائتلاف؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، نذكر دائما المناطق المحررة، لكن الاجتماع حصل في تركيا، داخل تركيا، بل في إسطنبول. لماذا لم يحصل هذا الاجتماع في المناطق المحررة، ولا حتى مثلا في غازي عنتاب على سبيل المثال على الحدود يعني؟ نعم. شكرا.
بالنسبة للوائين الذي ذكرت، طبعا لم يكونوا من الموقعين على البيان. البيان صدر من المجلس العسكري الأعلى الذي يضم أغلب الكتائب المتواجدة على الأرض السورية. هناك كتائب من دير الزور في أكثر من 30 لواء وكتيبة وفصيل منضويين تحت هذا المجلس العسكري الأعلى، وهم أيضا بعشرات الآلاف، ومن محافظات الشمال والشرق، ومن محافظات حمص وحما، ومن الساحل العزيز، وهناك أيضا تمثيل لدمشق وحوران. فعدم وجود لوائين لا ينفي وجود الدعم الحقيقي من المجلس العسكري الأعلى ومن قادة الجبهات ورؤساء المجالس العسكرية في سوريا. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، أنا لا أعتقد أن هناك فرق بين أسطنبول وبين غازي عنتاب. بالنسبة لماذا لم يكن في المناطق المحررة، سيكون في المناطق المحررة، وأنا اجتمعت مع هيئة الأركان في المناطق المحررة، وسأجتمع مرة أخرى مع هذه القيادات في المناطق المحررة. ولكن كنت توني واصل من نيويورك، ولوجود ارتباطات دولية ودبلوماسية وسياسية في إسطنبول ارتأينا أن نجتمع في إسطنبول. وشكرا. I have two questions. Firstly, on what you were just talking about, we know that General Idris went to the Houthi areas to speak to some of these commanders that have split from the coalition, and other members of the coalition have told us that there are going to be big efforts to, you know, build communication between with these groups again. And I wanted an update on how that's gone and why it's been, I think, almost 2 weeks since they split off, why you haven't been able to get them back on side. And then the second question I had was about Kerry saying that, you know, the Syrian, the Assad regime has done really well by, you know, handing over the weapons, and that it's going really great, and has praised what's happened today. And I wanted to ask if that makes you worried that maybe they're going back on their wishes to support the coalition and to get Assad out. The first question is for General Idris to speak to the groups that have been split or that have been split, and they informed us that there is a dialogue with these groups. The question is, what is the latest news in this regard, and why have أما بالنسبة للسؤال الثاني فهو بخصوص بكاري. قال كاري اليوم بأن ومدح النظام الأسد على تعاونه مع المجتمع الدولي بخصوص الأسلحة الكيميائية. هل أنتم قلقون بأن الدعم الغربي سيتراجع عن دعم الائتلاف؟ هل أنتم قلقون بهذا الشأن؟ بالنسبة للسؤال الأول، أنا أجبت قبل قليل أنه المجلس العسكري الأعلى الذي يضم أغلب الفصائل المقاتلة على الأرض هو من قدم الدعم للائتلاف في الأيام الأخيرة. بالنسبة لذهاب السيد سليم إدريس إلى المناطق المحررة لنقاش هؤلاء، أنا حسب معلوماتي أنه السيد اللواء رئيس الأركان لم يعني يتناقش معهم في هذا الأمر. هم خرجوا بالبيان وقالوا بعدها أنه هذا البيان ليس موجه للائتلاف، هو موجه إلى داعش، وهذا أمر مستغرب بالنسبة لي. فهناك بعض الفصائل
والكتائب التي أعلنت البيان، أعلنت أيضا في تواصل مباشر وغير مباشر إنها لم تكن تعرف مقصد البيان. هذا الأمر نحن الآن تجاوزناه، وبعد الاجتماع مع المجلس العسكري الأعلى وقادة الجبهات وهيئة الأركان ورؤساء المجالس العسكرية، هذا الأمر أصبح وراءنا. شو؟ سؤال، هل عادت هذه الكتائب وهذه الألوية؟ هل عادت على رأيها هي تدعم الائتلاف الآن؟ لا، هم أعلنوا أنهم هم بقيادة جبهة النصرة في البيان، ونحن ننتظر منهم أنهم ليسوا مع جبهة النصرة، مع هيئة الأركان ومع القيادة السياسية في الائتلاف. الكرة الآن في ملعبهم. بالنسبة للشق الثاني، بالنسبة لكيري ومدح النظام، أنا أعتقد أنه لا نقيم هذه التصريحات على أنها تحول في السياسة الأمريكية تجاه نظام الأسد، لكن السيد كيري تعامل مع الملف السوري بتصريحاته الأخيرة بجزئية معينة وهي تخص السلاح الكيميائي، بينما كان يفضل أن ينظر إلى الملف السوري كملف متكامل وكقضية شعب بمواجهة دكتاتور يذبح شعبه بمختلف صنوف الأسلحة بما فيها الكيميائية. ومهما كان القصد من تلك التصريحات، لا يجوز أن يلقى المجرم الاستحسان والمديح لمجرد تسليمه إحدى أدوات الجرائم التي استعملها في سلسلة جرائمه المدانة من قبل المجتمع الدولي، كما لا يجوز بكل المعايير الدولية أن يتحول النظام السوري من مجرم حرب مهدد بالعقاب إلى شريك للمجتمع الدولي بصفقة تسليم الكيميائي للسوري بالتقسيط المريح. وليس من المنطقي أيضا أن يتحول فجأة من أباد شعبه بالسلاح الكيميائي إلى شريك دولي وبطل إعلامي. هو نظام يخاف عندما يرى العصا الغليظة، وعندما رأى العصا الغليظة من الغرب أذعن، وهذا هو نظام الإذعان الذي يدعي الممانعة والمقاومة، هو نظام الكذب والنفاق والدجل السياسي. First of all, we heard a few days ago that 8 high-ranking officials from the Free Syrian Army, among which Riyad al-Assad, were severely wounded. What is their situation? Are they in Istanbul in a hospital? And why? How were they wounded? This is my first question. The second question is very simple, in fact. What is the situation nowadays of the Free Syrian Army on the ground? Who are they fighting against? Of course, the Assad regime, but out of the Assad regime, the Al-Qaeda groups and other groups maybe. What is the situation exactly? Please, thank you. لدي سؤالين. سمعت الأخ من دعيان أن هناك 8 ضباط من الجيش الحر وبينهم رياض الأسعد كانوا قد جرحوا. ما هو وضعهم الآن؟ هل هم في مشفى في إسطنبول؟ وكيف تم هذه العملية؟ كيف تم استهدافهم؟ السؤال الثاني هو ما هو وضع الجيش الحر الآن على الأرض؟ من يقاتل الجيش الحر الآن؟ نعرف أنه بالطبع يقاتل نظام الأسد، لكن لدينا القاعدة، لدينا الدولة الإسلامية في العراق والشام، من هم يقاتلون الأرض؟ ما هو وضعهم الآن؟ طبعا بالنسبة لي تكلمت عن السيد رياض الأسعد، طبعا هو كان قائد الجيش الحر في بداية الحراك في سوريا، وهو شخص محترم وله تقديره عند الناس وعند السوريين، وهو بترت رجله في عمل إرهابي جبان في خلال زيارة له في
في محافظة دير الزور في السابق هذا، لم نسمع أنه جرح مرة ثانية. بالنسبة للشق الثاني، ما هو وضع الجيش الحر؟ وضع الجيش الحر هو حارس هذه الثورة الأمين، وهو ذراعنا العسكرية الذي نفتخر به. يعيش في أجواء صعبة ضمن نظام غاشم يحاول بشتى الوسائل أن يقتل مقاتلينا الذين يدافعون عن الشعب وعن المدنيين. هم موجودين في مجمل الأراضي السورية، لا يخفى طبعا أنه هناك قوى متطرفة وتكفيرية موجودة، وهي ليست منضوية، لا تحت خيمة الائتلاف ولا تتبع للجيش الحر ولا لهيئة الأركان. هم موجودين والجيش الحر موجود. نحن لا أن نشوش على أنفسنا، هناك أمامنا عدو واحد ووحيد، هو نظام بشار الأسد المجرم. هذا هو السبب الذي خرجنا فيه لننال حريتنا وكرامتنا، ونحلم بسوريا جديدة ديمقراطية حرة أبية. أي شخص أو أي جهة أو أي حزب تحاول أن تنال من هذه الثوابت التي خرج السوريين من أجلها، سنتعامل معه بكل حزم. ولكن عدونا الأول والوحيد الذي خرجنا لنتخلص منه هو هذا النظام المجرم، وشكرا. Is the Free Syrian Army fighting any other group than the National Syrian Army or not? ببساطة، هل الجيش الحر يقاتل أي قوة أخرى غير الجيش الأسد على الأرض في سوريا؟ الجيش الحر لا يقاتل أي قوة أخرى على الأرض السورية غير قوات النظام، لكن حصلت بعض المناوشات بسبب التجاوزات التي قامت بها هذه العناصر التكفيرية والمتطرفة على الأراضي المحررة، اصطدمت مع الجيش الحر في بعض المناطق، ونحن نحاول أن نضبط أنفسنا في سبيل أن لا تفلت الأمور، وهذا يفتح لنا الباب أمام معارك جانبية لا نريدها. نحن أمامنا هدف واحد، هو إسقاط نظام بشار الأسد المجرم، وشكرا. أستاذ أحمد الناصر سنجي من البي بي سي العربية، خرجت أصوات معارضة لموقفكم من المشاركة في مؤتمر جنيف 2، كان لكم موقف موافق للمشاركة في مؤتمر جنيف 2، نعم، حسب المقترح الغربي. الآن بعد هذه الأصوات التي حتى قالت بأن يمكن محاسبتكم في إطار الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري، موقفكم حاليا ما هو؟ هل لازلتم على موقفكم من المشاركة في مؤتمر جنيف 2 أم هناك تغير؟ الكلام الذي قلته الآن هو هذا الكلام الذي قلته أمام مؤتمر دولي لأجل سوريا في الأمم المتحدة، و قلته أمام جميع المسؤولين الذين قابلناهم في نيويورك. هذا هو الكلام الذي قلته الآن نفسه أكدت عليه. أما أنا لن أدخل في سجال مع بعض الأخوة والزملاء، ولكن أقول إن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد، وشكرا. شكرا، يعطيكم العافية.